هذه المنصة التي يتم إطلاقها الخاصة باللاجئين والهجرة، وأيضا دور مصر في استقبال يمكن نحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر عبر الحدود وأيضا من كافة دول العالم. أولا بشكر قناة النيل للأخبار على الاهتمام بتغطية هذا الحدث الهام، لأنه ربما يعتبر الأول من نوعه بالتأكيد في جمهورية مصر العربية وفي المنطقة، وربما أيضا يكون نموذج رائد للتجارب المماثلة على مستوى العالم. لماذا؟ لأنه يخصص مجالين عمل وهو التعليم والصحة، ومن خلاله يركز على دعم الجهود المصرية الرائدة في تقديم هذه الخدمات للمهاجرين وللاجئين ولطالبي اللجوء أيضا. يعتبر هذا البرنامج ترجمة وانعكاس لربما عدة سنوات في التحضير له، عندما أطلقت وزارة الخارجية والأمم المتحدة هذه المنصة المشتركة للاجئين والهجرة، والتي تمثل إطار للتنسيق فيما بين الوكالات الأممية لتجنب الإزدواجية ولتنسيق الأنشطة التي في نهاية المطاف تدعم جهود الدولة المصرية في تقديم هذه الخدمات، لكنها أيضا تمثل وسيلة لتعزيز الخدمات ووصولها إلى مستحقيها من الفئات الأكثر احتياجا. إذا نعتبر أن هذا البرنامج يعتبر نموذج رائد وتجربة نجاح يمكن نقلها في أماكن كثيرة أخرى. كما ذكرت حضرتك أن مصر تعتبر أيضا دولة رائدة فيما يتعلق بقيامها باستقبال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، تطلع بمسؤوليتها وتقوم بدورها، لكن هذه المسؤولية لابد أن تكون مدعومة من المجتمع الدولي في إطار المبدأ الذي سميناه وهو مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات. إذا هذه 9 مليون يا فندم، 9 مليون لاجئ ومهاجر، لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، إذا فئات مختلفة كثيرة تقع تحت هذه المظلة بشكل عام. لكن ما أود تأكيده أن هذا البرنامج يعتبر ترجمة فعلية للدعم الجهود الوطنية لتحديد الأولويات ولتفادي الإزدواجية، وبالتالي حسن يعني إيصال هذه الخدمات إلى من يحتاجون إليه. بخصوص التعليم والصحة والفئات الأولى بالرعاية. بالضبط، التعليم والصحة للفئات الأولى بالرعاية، وطبعا تكون على رأسها المرأة والأم والقصر، لأنهم تعتبر أكثر احتياجا لمثل هذه الرعاية. أخيرا فندم، إلى أي مدى يمكن الجهات الدولية بدأت تساهم أو تشارك مصر في هذه التكلفة الكبيرة اللي بتتحملها لاستضافة هؤلاء الأشقاء؟ كما رأيتم اليوم المنصة في الأساس هي ما بين الأمم المتحدة ووكالاتها، إذا هناك 4 وكالات أممية تحت هذه المظلة، لكن أيضا الدعم مقدم من خلال الاتحاد الأوروبي، وتحدث سفير الاتحاد الأوروبي اليوم في الجلسة الافتتاحية بجانبي وبجانب المنسقة المقيمة. إذا هي أيضا ترجمة أخرى للتعاون القائم ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو تعاون مستمر على ما بين أرفع مستوى، ممثلا في وزير الخارجية ومفوضة شؤون اللاجئين الأوروبية التي قامت بزيارة مصر منذ بضعة أسابيع في شهر سبتمبر الجاري. إذا نقدر هذه الجهود التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، ونعتقد أن هناك المزيد مما يمكن تقديمه، لأن مصر تقوم بمسؤوليتها بالفعل. إذا في إطار تقاسم الأعباء والمسؤوليات لابد أن يقوم الشركاء الآخرون بذات الصلب. فندم، الدعم هيبقى عيني لدعم الصحة أو لدعم أيضا هناك دعم تمويلي أيضا، و هذا التمويل يقدم إلى الأمم المتحدة ووكالتها، ثم من الأمم المتحدة ووكالتها تدعم جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات، خاصة كما ذكرنا التعليم والصحة. جدا سيادة السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون متعددة الأطراف في الأمن الدولي. شكرا لقناة النيل للأخبار. شكرا.